تسزمي شويه انا مليون برقد على طول قدام الله خلقه والله برقد على طول تحت لك بار السن تحطي بس خلاص انا غلطت موقفك واضح واضح جدا بدا انت كفي كفي وشو انت شرحت له وش فهمت انت من الفقره ايه لا دقيقه هو شرح انت شرحت لي يوم قال هذه ساعه وقلت له تادب الكبار السن انت انا انا الشايب بالذات الشايب معزه عندي يا سلام يا سلام انا فاكر فكره نجين الرجال سوي اما يعني شيء لكبار السن ما توصل مع الدرجه انت شقلت انت شقلت انا الرجال اكبر مني 4 سنين احب خشمه وجبهته من طيبك انت شقلت انت شقلت انت شقلت انا عادي بس ما انت انت وضحت صح اي وضحت انك ما فهمت الفقره خلص. ان الموضوع انه جاي الشايب اهم شيء احنا فاهمين اي خلاص فبيوصل لكل احد يوصل للناس لنا وللناس كلنا فاهمين صدق انا ولا تخلعني تاخذ عني فكره لا ما دخل بالعكس فكرة. انت ما فهمت وانا لو ادري انا لو انا لو ادري ان الشايب ذاك اللي جانا ابو فهد ضايق مني والله لو اطلع راح اسلم عليه والله اجري لو ادري انا ادري كل الناس يدرون شوف انت برت موضوعك الحين خلاص شوف وضح وضح وضحت الصوره وضح لا تشيل بخاطرنا كلنا الفقرة انا 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 اقولها بعد انا احس ان الموضوع ما هي واضحه وضحها ابو سلطان قبل شوي ووضحت الفقرة ان كيف التعايش مع طبقات المجتمع انا الصغير. انا كانوا ودي اعلمهم بعد قبل ما اجي لا هي عاد صارت شكرا الله انت زعلت الامور طيبه لا والله ما زلت مزعل اضحك اضحك لا اضحك وانت لا غلطان الله وين الثاني يا عبد الله الله يقول بيته والله يتعدي صل على النبي صل فيصل ما يحتاج موجود عط معك رنسن بعدين يا رب فيصل موجود لكن اخوينا اللي استبعده والله انه فقيد يا رب انا ترى للحين ماني داخل الفورمة ما اصبر اني منصدم لا سلام لا خل معروفه فيصل انا نمشي